كله هذا صحيح واسكو بالحق تو طو... انا خلينا نسال شنو هي طبيعه المعركه تو بين المحامين والسلطه؟ على شنو؟ على شنو؟ ما فماش ريالمون معركه مش هيئه المحامين عندها مطالب وطالبه وتناضل وعملت اضراب باش تبدل القانون ولا باش تبدل فصل ولا باش تغير مساله المحاكم ولا ما فماش معناه البلوكاج مش غادي البلوكاج فما معركة في بلاصه اخرى جابت غادي فما معركة في البلاد في بلاصه اخرى جابوها الناس بتدبير وبمعناها امور مخططه ومنهجه جيبوها لدار المحامي ما هي في الاصل ما هيش في دار المحامي بالعكس العميد هذا نعرفوه معناه مش مش ب... والهيئه الوطنيه بيدها نعرفوها ما في مسار 25 جويليه قلت البارح برك يعاود يقول فما ناس يقولوا بدلتوا موقفكم احنا ما بدلناش موقفنا بزلنا في نفس الموقف نتاعنا ومع محاسبه رموز الفساد وما يشرفوناش الناس اللي كانوا شركاء في اغتيال الشهيد شكري بالعيد يجيوا لهنا وكان كلام واضح معناها دونك المعركه اللي موجوده توا يلزم التوانسه يفهموا ماهيش معركه بتاع حقوق وحريات. وفات الكذبه نتاع 18 اكتوبر انه الاخوان يناضلوا على حقوق الحريات والدواعش يناضلوا على الاخوان على حقوق الحريات انتهت، انتهت ما جد على حتى حد. حد. التوانسه خبروهم وجربوهم وعاشوهم ويعرفوا. انت تقول لي تو علاش؟ التجيش ماهيش تعمل فيه السلطه التجيش. احنا ستة شهور التالي قالوا لنا كان ما يعطوناش صندوق النقد الدولي القرض باش نموتوا بالشر. صباحا مساء نتاع الاسلام والديمقراطيه كل جمعه يمشي يقعد تحت الحيد نتاع الكونغرس يمشي يصب بنا صب ويعمل بنا قواد لوزاره الخارجيه الخارجيه نتاع نتاع النهضه هذاك المثمودي بعد رجعونا احنا اكثر دوله معاديه للسامية على خاطر الموقف الوطني المشرف نتاع تونس دوله وشعبا في علاقه بالقضيه الفلسطينيه الجمعه اللي فاتت رجعونا اكثر دوله عنصريه راه مش نحكي على الاجانب راهو نحكي على الناس اللي تخدم في الاجندات هذه في تونس اصوات في تونس رجعونا تقريب احنا افريقيا الجنوبيه في الثمانينات والسبعينات والثمانينات. معناها ما ما اليوم ملف التآمر على امن الدوله. قاضي التحقيق عامل فيه قرار يمنع التداول فيه والناس تدور من بلاصه لبلاصه انا نحب انا راني نستدعى روحي. ان شاء الله نهار اللي ترفع نحب نتكلم فيه. الوطد عندما نقولوا فيه. احنا ما زلنا ملتزمين بالتحفظ ده حكم التحقيق لانه عند الناس نقول كلمه انشائيه توا مش مش قضائيه. عند الناس وليت العماله فخره ان واحد يكون عميل ويتصور مع رئيس فما ناس عندها يا معز في التعامل على الدوله فما ناس عندها باسبورات فرنسويه وهي مش عايشه في فرنسا وعمرها ما اقامت في فرنسا اش تتسمى الناس هذ اش نجم تسمى اش تونسي عنده 60 سنه عايش في تونس وعمره لا اقام خارج البره ولا ابوه فرنساوي ولا امه فرنساوي وعنده باسبور فرنساوي اش باش نسميه هذا دونك فما تجيش قاعدة تم منظومة الخراب اللي سميناها نتاع 24 جويليا اللي هي الاخوان وحلفائهم وبقايا العصابات نتاع المال الفاسد نتاع 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 وما قبل سويت والكل اليوم الناس ترى انه اخر معركة عندها وهذا يراه حد مانيش خبير في الحرب ديما يقولك المعركة تختزل وتكثف كل المعارك السابقة معناها توا بالنسبة لهم اخر فرصة مازال الانتخابات الرئاسية وهي الناس يعملوا في كاستينغ توا ديجا يعملوا في كاستينغ على اليمين هذا ينجم يعمل كذا هذا ينجم يعمل كذا وإتسيتيرا دونك التجييس صباحا مساء قاعد يتم اليوم حتى الإعلام حياتنا كاملة ندافعوا على الإعلام والتعذيب من بكري المحامي يقول الإسلاميين التعذيب مش الإسلامين. اللي عانى التعذيب في تونس هو اليسار في الستينات والسبعينات التعذيب اللي تمارس موت التاريخ تلوس فين قبل او ساعه اول حاجه ساعه خلينا نبدا بلوس فين تاريخ ما بلوس تاريخ بعد مش باش ما يوليش كل واحد يكتب التاريخ كيما يحب دونك ها. العنف الممنهج اللي يبعد و... اللي من بعد ولي ثم تعذيب تمارس علينا احنا تمارس, تمارس على اليسار التونسي و... وتمارس على ب... برشا قوى اخرى من بعد دونك ال... ال... الموبيليزاسيون اللي صايره توا هي اللي تنجم تخلينا نفهم طبيعه المعركه فما مع... زالت برشا معارك مش تعمل راهو ما زلت سولمون سولمون احنا قلتها قبل ونعاود نقولها طارق الوطن عندنا مواقفنا احنا ملتزمين بمسار عرفناه قلنا عنده فرصه باش يستانف مسار 17 ديسمبر 14 جانفي ماناش في السلطه احنا قول الرئيس وكلاش قلنا حاجات عملها الرئيس قلنا هذه باهيه وفما برشا حاجات عملها الرئيس قلنا هذه ما تجيش وهذه ما نقبلوش بها وما متاكد حتى المرسوم 54 اللي هو من غير ما نولي قانون جي تعمل بنفسية وبروحية حالة الاستثناء متأكد أنه التوانسة طول وطار المرسوم هذا باش يتبدل باش يتلغى على الأقل حاجة باش يتبدل دونك فما وضعية بيان سور معناها كيفاش النجم ونخرج بالبلاد من من الأزمة هذه لكن أو مام كيفاش الفرز يكون واضح اليوم وقت تحط أنت الحمص والزبيب هذه الألوان أحنا الوطد سفينة نوح مرة سمحني يا سي رياض سوني دهماني شنو علاقتها بال... نعم؟ سوني دهماني شنو علاقتها بالإسلاميين شنو علاقتها بالإسلاميين حتى, الأستاذ اللي دخل معنا تو عنده حتى علاقة راهو مز بالإسلاميين هذا أستاذ هو مختص سياسة زاد في الفلات من العقاب معناها رافع قضايا على كل ويتابع في كل القضايا اللي فيها أمنين. أنا أمنيين في الفلات من العقاب ما أنا الترم هذا ما نستعملوش أنا نقول اخوان تقول. الحقيقية أنت قلت تحب أنت وحلفائهم وحلفائهم والناس اللي تحالفوا معاهم وخليني نقولها اخر فرصه للديمقراطيين والمثقفين واللي تحب انت. المعارك الحريات والحقوق مش مع الناس هذيك. ما هيش مع الناس هذيك. ما علاقتك سونيا بهذا الموضوع هذايا انا ما فهمتش. لا فما برشا ناس لابسه كرافاتات اخي المصالح انت توا يا اخي انت النهضه انت وانا قلتها بحذاك قبل زاد. النهضه في اخر حكمها معاش تحب الناس تولي نهضه. اقعد انت كيما تحب شنو تحب نعطيوك؟ دولارات، اوروات، منافع، خيرات، اقعد كيما تحب، أنا متاعها، تولي متاعها. تولي بتاعها اليوم فما منصات اعلاميه اليوم فما ما عرفت انت واحد من غير ما نسميه هنا معناها الراجل عامل محاكمه الوطد ويقول ما لا مناظر اعلامي في الراديو يقول ما لا مناظر وقت الوطد يقدم في الشهداء هو مازال ماهوش يلبس في حوايجه معناها حاجات موبيليزاسيون هكاك على البلاد وهجمه على البلاد معناها ما من نجموش احنا نبدا وكيكا ما نتفرجوا في, 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 في الكوارث اللي قاعده تصير ونقولوا لا يا حقوق وحريات و18 اكتوبر بالكولور المره هذه نعاودوا نعملوها مره اخرى ونوسعوا فيه خاطر 18 اكتوبر نتاع المره هذه باش تحط فيه التجمع زاد بقايا التجمع المتعفن وتترا نزيدوا نحطوا فيه التجمع ونعملوا كيل كي العاده ونعاودوا نعرضوا المطار اقبل البدر علينا والارهابيين يعاودوا يحكموا فينا من جديد